حماساً وقلقاً لكافة أفراد المجتمع، وبالأخص حوادث الحافلات الجامعية التي أصبحت واحدة من المشكلات التي تواجهنا في الوقت الحالي. نقف معكم الآن مع محاضرة في القيادة الوقائية يلقيها المدرب جمعة بن سالم الهنداسي، مدرب التدريب ومستشار أمن وسلامة بمسقط ريديميكس بريميكس. المدرب والمحاضر الدولي في السلامة المرورية، حاصل على المستوى المتقدم من بريطانيا، دبلوم عالي في القيادة الوقائية، شهادة ومدرب في باريس. فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم في دورة تدريب القيادة الوقائية. أتمنى إن شاء الله أن نكون في خلال 40 دقيقة القادمة نغطي أكبر قدر ممكن من المعلومات عن كيفية قيادة المركبات بطريقة آمنة، بحيث القيادة الخالية من الحوادث المرورية. مبدئيا راح نتكلم أو أريد أعرفكم على الحوادث المرورية في سلطنة عمان. الفاضل ملازم سالم شياد يتكلم عن الحوادث وغطى أكبر قدر من البيانات مسببات الحوادث. احنا عملنا تحليل في سلطنة عمان لأسباب الحوادث، فاتضح عندنا نفس الركائز الأساسية اللي تكلم عنها لازم سالم، هي الطريق والمركبة والسائق. فلما جينا نوزعها، طبعا هذه النسب بين الوحدة والثانية تختلف من دولة لأخرى. على سبيل المثال لو جينا على أفريقيا نحصل أن الطريق ماخذ 45% من مسببات الحوادث، والنسب الباقي متوزعة ما بين السائق والمركبة. في الدول الأخرى ربما يكون فيها الطرق نوعا ما ببنية غير من البنية الإنشائية اللي احنا معانا، نحصل ماخذة نسبة أقل. اللي استنتجنا من خلال التحليل في حوادث المرور الحاصلة في سلطنة عمان، اتضح بأن 96% من مسببات الحوادث المرورية هو السائق. تبقى عندنا 4% موزعة مناصفة ما بين الطريق والمركبة. لما نجي نتكلم عن 96%، فالحديث يطول فيها. نقتصر الحديث عن 2% للمركبة و 2% للطريق. لما نقول 2% للمركبة، فهنا ما نقصد ان اطار انفجر او نقصد ان خلل فني في المركبه. اتمنى بس تركزوا معي في المعلومات هذه لتوزيع النسب والمسؤوليات في الحوادث. لما نقول حادث هذا بسبب المركبه، فيجب ان يكون سبب المركبه هو عيب تصنيع في المركبه نفسها. يعني في مشكله في تصنيع المركبه نفسها غير ملائمة للمناخ وللجو هنا، أو في عيب تصنيع في قطعة معينة تضع فجأة. لكن لما يكون السبب إطار انفجر أو قطعة ميكانيكية معينة لم تعد تصلح للقيادة، فهذا شيء آخر، هذا يرجع لل 96% للسائق. وضحت المعلومة؟ 2% للمركبة من مسببات الحوادث، ال 2% هذه ترجع فقط إلى عيوب التصنيع في المركبات. نجي على 2% للطريق. لما نقول الطريق كان سبب في الحادث، ما نقول لأنه في تقاطع أو في تحويلة أو في مرتفعات أو في منحدرات أو في منعطف الرؤية أو ما في إنارة أو الطريق حتى متكسر. أنا أعرف ممكن البعض يختلف شوية معي في هذه، ولكن هذا ما بيجي. هذه نتائج طلعت من دراسة وتحليل في مسببات الحوادث في السلطنة. متى نقول ان الطريق كان سبب في الحادث؟ الطريق هنا عندنا حاجتين، ركنين في الطريق، تصميمه انشائيا وتصميمه قانونا. يعني اذا كان هندسة الطريق كانشاء نفسه فيها خطأ، وانا اعطيكم مثال، ممكن واحد يقول كيف ممكن يكون في خطأ في هندسة الطريق؟ على سبيل المثال معانا منعطف الى جهة اليمين، فبطبيعة الحال لما الجسم لما ينعطف الى اليمين يكون الطاقة او الطرد جهة عفوا
الشمال يكون الطرد جهة اليمين. فإحنا إيش يفترض في هندسة الطرق؟ لما يكون في منعطف جهة اليسار لازم يكون في المنعطف نفسه في منحدر على اليسار، يعني الشارع لازم يكون مايل جهة اليسار بحيث إنه يرجع يساعد عملية الطرد الجسم للجهة المعاكسة وترجع عملية التوازن في المركبة. هنا لو ما كان في ميلان في الشارع فنقول في مشكلة في الطريق. لو في تحويلة وما في إرشادات وتحذيرات قبلها فنقول من الطريق قانونا. هنا تصميم وإنشاء هندسي، هنا قانونا. واضح؟ هنا المشكلتين بالنسبة للمركبة هو عيب تصنيع، وللطريق هو مشكلة في تصميم الطريق هندسيا أو قانونيا. واضح؟ إذا نرجع لل 96%، هنا كل ما يتعلق بحوادث المرور ترجع لل 96%. يعني احنا في عمان بالأوضح أو بالكلام الواضح، احنا في عمان احنا مشكلتنا ما عندنا مشكلة طرقات ولا عندنا مشكلة سيارات. سياراتنا ولله الحمد يعني ممكن 70% كلها من ال 2000 أو أكثر من 80% كلها من ال 2002 فما فوق، يعني أكثر من أقل من 10 سنوات. لو رحنا لدول أخرى بنحصل أحدث سيارة 2002، وهذا أشياء إحنا زرناها بنفسنا. أنا أتكلم شخصيا عن نفسي، زرت في دول ممكن أحدث مركبة يعني ممكن تكون عند الفلان الفلاني وحدة، لكن عند عامة الناس أحدث مركبة 2002 أو 2001. وأفضل طريق أعطوني أسوأ طريق في أسوأ صناعية معنا، هذا راح يكون الشارع الرسمي للدولة أو لبعض الدول اللي إحنا زرناها. إذا كل ما يتعلق بحوادث المرور في سلطنة عمان عندنا. أنا بالعادة ألقي محاضرات تدريبية مدتها 8 ساعات لمدة يومين. هذا 8 ساعات لمدة يومين يطلع من عندي الشخص بشهادة ضمان 96% ما يسوي حادث، ولا حد ثاني يسوي معاه حادث، ولا هو يتسبب لحادث. ضمان بنسبة 96% شهادة مختومة، ضمان خذ الشهادة وروح سوق في الشارع انت ما راح يصير لك حادث ولا راح حد يدعمك ولا راح تتسبب بحادث لسيارتين ثانية. طبعا يمكن واحد يتساءل كيف تقدر او ايش القدرة اللي عندك علشان تعطينا ضمان بنسبة 96%؟ القدرة اللي تعطينا مبنية عليك انت. تتفق معي ان احنا نغير من قيادتنا؟ انا اقول لك خلاص انت 96% ما يصير لك حادث. ليش؟ لان احنا قبل شوي قلنا 96% من مسببات الحادث هو السائق والعنصر البشري. اذا خلونا نتفق مبدئيا على ان 96% احنا السبب الرئيسي في حوادث المرور. طيب نجي للسائق. انا حاسس ان الصوت عالي ولا احنا نجي للسائق نشوف ايش مشكلة السائق. حوادث المرور لما نجي للتحقيق في حوادث المرور، مش التحقيق الروتيني اللي يصير لمعرفة من المخطئ، لا، التحقيق في معرفة ما هي الأسباب وراء هذا الحادث. عندنا 3 أسباب عادة في التحقيق، عندنا 3 سبل أو 3 أسباب. في أسباب مباشرة وفي أسباب كامنة وفي أسباب جذرية. في جميع أنواع التحقيق تكون في 3 أشياء: أسباب مباشرة، أسباب كامنة، وأسباب جذرية. لو جينا إحنا بمنظور عام نشوف، نجي على الأرقام اللي ذكرها الملازم سامي الشيادي، يعني الإصابات كذا، الوفيات كذا، لما نجي ونشوفها نقول إيش سببها المباشر؟ السبب المباشر لهذه الوفيات والإصابات إيش؟ تصادم مركبات، هذا المباشر اللي قدام عيننا. طيب الكامل وراء تصادم المركبات هذا، الكامل ان في اهمال وفي عدم وجود خبره كافيه، زين، وبعض الاشياء تفضل لازم سالم وذكرها. هذه الاسباب الكامنه، يعني قله خبره، عدم تركيز، لا مبالاه، تمام، عدم وجود لياقه بدنيه وعدم وجود كفاءه، هذه اشياء كلها اسباب كامنه. طيب احنا نروح للجذريه، ليش ما في خبره؟ ليش ما في كفاءه؟
ليش ما في إلمام بالقوانين؟ ليش ما في ثقافة مرورية؟ حد يقدر يقول لي؟ أنا أقول لكم السبب الجذري وراء كل هذا لأن إحنا ما عندنا ثقافة مرورية. وراء هذا يجي إحنا أساساً ما عندنا تأهيل، ما عندنا جهات تعليمية تأهلنا بحيث نخرج منها سائقين وقائيين. لو جينا على إحنا في أو أغلب السائقين اللي موجودين، من وين حصلنا الرخصة؟ من شرطة عمان السلطانية. شرطة عمان السلطانية مشكورين، هم الجهة المسؤولة عن استخراج رخص القيادة، وليست معنية بالتدريب إلا مؤخرا من خلال معهد سلام المرورية، وبدأوا بإعطاء المحاضرات لفئات من مجتمع مثل سائقين سيارات الأجرة ومدربين القيادة تعليم السيارات. لكن كسائقين عموم أو كعامة الشعب، من وين حصلوا على التدريب؟ من مدارس تعليم السيارة. طيب احنا نجيب مثال مدرب تعليم سيارة، ايش مؤهلاته؟ يمكن لازم سالم بيفيدنا. الرخصة تكون مكملة، الحين طبعا توقفت، الرخصة تكون مكملة 5 سنوات. يعني هنا ما عندنا كفاءة في المدربين، وإن وجدت الكفاءة انعدمت الأمانة. احنا لو نلاحظ معظم المدربين الحين، وطبعا أنا في فترة من الفترات وفي مكان من الأماكن اللي احنا متعودين نعطي فيها المحاضرات، التعارض كلامي مع أحد الموجودين من مدربين القيادة، فقال لي كلمة، قال لي أنت تريد تسوي توعية ولا تريد تقطع رزاق؟ لأن أنا اقترحت اقتراح، وهذا الاقتراح يعني ما جاء من فراغ، جاء من ألم احنا عشناه، جاء من معاناة. الأرقام هذه من فينا ما فقد حد؟ ما فينا حد ما فقد أخ، عم، ولد، جار، صديق؟ احنا كلنا مرينا، ما حد فينا يعني ما ذاق من هذا الكأس، كأس المرارة. فلما جيت أقول أنا كان اقتراحي أنه يوقف التدريب، وطبعا هو الاقتراح، لكن كيفية تنفيذه تأخذ خطوات وتأخذ إجراءات. ولكن في النهاية المراد بأن توقيف المدربين الحاليين، إعادة تأهيلهم وإيجاد مدربين يعني آخرين بمؤهلات تسمح لهم بإخراج مجموعات من السائقين. فواحد من المدرسين، من المعلمين السياحة، قال لي أنت تريد تقطع الأرزاق ولا تريد تسوي محاضرة توعية؟ فقلت له أنت طبقت المثل بالحرف اللي يقول قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. فهم قاعدين يسووا نفس الشيء، قطع الأعناق للشباب اللي قاعدين هم يرموهم رمي في الشارع، يقول له أنت تسوق، أنت الحين صرت تسوق، ويأهله لكيفية الحصول. احنا لو نلاحظ مدارس تعليم السياقة ومدربين تعليم السياقة، طريقة التعليم مالهم يأهلك في كيفية الحصول على رخصة القيادة، ما يأهلك في كيفية القيادة الوقائية أو كيف تقود بأمان. بدليل على أن مناطق التدريب مالهم وين؟ الشرطة تفحص. أنا أدرب الولد هنا لحد ما يحفظ الطريق عن ظهر قلب، بعد أقد من الاختبار. طيب هذا طلع اليوم من هنا وراح لمكان ثاني. فعموما يعني أنا ما على أساس ما نطيل الحديث نشعر فيه أكثر، عندنا المشكلة ما في تأهيل. لذلك من هذا المنطلق أنا استفتحت بالحديث هذا علشان أوصل لهدف. من هذا المنطلق يجب أن نعي تماما بأن مشكلة حوادث المرور في سلطنة عمان حلها بأيدينا. يعني احنا لما نجي لحلول المشاكل نشوف عن الامكانيات، نقدر نشيل كل المدربين ونجيب ناس خبره وكفاءه؟ ما نقدر. طيب نقدر احنا نغير الاشياء اللي احنا نشوفها خطا، اللي احنا نسويها خطا؟ طبعا نقدر. احنا عندنا اقول ثقافه مروريه، اعني الثقافه المروريه في كيفيه قياده المركبات. وانا يمكن بكون شويه قاسي لو قلت ان 90% فينا ما نعرف شيء عن السيارة. ايوه بعدنا يطلع. واللي يريد يثبت لي يجيني هني واسأله سؤال واحد ويرجع، مع احترام يعني مش تقليل منكم، ولكن احنا هذا. أيوة. احنا لما تجي تقول حل واحد، اريد واحد يقول صار حادث انا غلطان. هات
مستحيل حد يقول انا غلطان في الحاله، بالذات في قياده المركبات كانه يعني كانه شرف قبائل هذه. انت تقول لي ما اعرف السوق، انت من؟ كيف تقول لي ما اعرف؟ ايوه صح، ما تعرف السوق. عطني النقطه العمياء وينها؟ عطني اجراءات التجاوز ايش هي؟ هو رئيس للماكينه اكثر بحيث انه يعمل مرونه لنقل الحرب، نقل الجيب. فانت خليك جاهز من قبل، انت في الدوار، احنا نتكلم عن هذه القاعده قبل الدوار، شفتوا معلومات وين اريد اروح؟ وين اسوي؟ وش اسوي؟ اعطي اشاره، من ثم موقع، انتقل للموقع قبل الدوار، ومن ثم يا جيل السرعه انا مجهز سرعتي للجير، اجي بالسرعه للجير وانا جاهز، يعني اجي قبل الدوار وانا ايش؟ ما عندي الا شيء واحد، الحركه داخل الدوار ومتى ادخل. في ناس لا، من يجي في الدوار لا هو عارف يغير، ولا هو يعطي اشاره، ولا هو يزيد السرعه، ولا يريد ينتقل من حاره الى حاره، ولا يشوف من داخل الدوار، هذه كلها ليش؟ يا اخي جهز نفسك من بدري، ما محتاج جهز نفسك من بدري وخلي امورك في السليم وانت في المكان المناسب والوقت المناسب وادخل الدوار بكل سلاسه. لما تجي الدوار خلي تركيزك فقط للمرتبات اللي داخل الدوار كيف تتفاداها فقط، ما تركيزك في الجير، في الاشاره، في المقود، ما ادري ايش، لا هذا خليها بعيد عنك وريح بالك. الحركه الاخيره يسموها الاكسلريشن اللي هي الانطلاقه، خلاص انت سويت كل هذا تجي على الانطلاقه. راح نضرب مثال لشخص بالفيديو، هذا يجي ويطب على التقاطع وبعدين يشوف في حد ما في حد يروح. لا انت طبيت في التقاطع خلاص، واذا كان في حد ايش تسوي؟ ترجع ريفرس؟ ما يصير. فراح نشوف هذا المثال. زين هذا الشخص قادم للتقاطع. بس ركزوا عليه شوي. How close does a biker have to be before you see them? Here. Here. Or here. At a junction, look, look, then look again. Think, take longer to look for bikes. زين يعني هذا الشخص جاء من هناك، وخاصة هذا الفيديو يتكلم عن الدراجات والدرجات الهوائية والدرجات النارية بالنسبة للحواري والمناطق هذه السكنية. فالشخص هذا جاء بدون إبسكا، بدون تجهيز مسبق، جاء وطب في الدوار في التقاطع، وبعدها راح يشوف يسار ما في، يمين ما في، يمين خلاص بويه ما في مجال. فانت خلي نفسك جاهز من قبل وتهيئ وتجهز للسياره. زين عندنا الارهاق اللي هو دائما يسبب معظم المشاكل. الارهاق ما اللي يسوق مسافات طويله على فكره، لان النوم من يجي انا ممكن انا مكتبي في الحيل وساكن الحيل يعني 300 متر، بس مجرد ما طلعت من المكتب خلاص نعس، ما بعد هذا ما في متى ما يجي النعاس ما نقدر نتحكم به ولا نقدر نقول متى يجي، صح ولا لا؟ لذلك انا لما اكون جاهز بلياقه بدنيه تؤهلني بقياده المركبه اتحرك، ما لم اكن بتلك اللياقه المطلوبه يا اخي اتوقف عن القياده، سواء ما اتحرك بالقياده او سواء انا كنت اصلا ماشي اتوقف في مكان اغير. بعدين عندنا في المخدرات نوعين، في مخدرات غير مشروعه وفي مخدرات مشروعه. المخدرات المشروعة مثل ايش؟ سجاير، وبعض المهدئات، وبعض المنشطات، المشروبات المنشطة والرياضية يسموها الريد بول وما شابه. هذه كلها تعطيك ما يسمى اليقظة الكاذبة. يعني هذه نركز فيها عليها، مش لما نمشي بالنسبة للاخوان سائقين حافلات لما تطلعوا المسافات طويلة نتوقف لاستراحات من منطقة ومنطقة، اللي يشوف نفسه تعبان يروح ياخذ له ريد بول، هذا اكثر الشباب يستخدموها، او للمدخنين يدخن حبه سجاير، او ياخذ له نسكافيه او كوفي. هذه كلها تعطي يقظه كافيه، عفوا يقظه كاذبه، ليش؟ السجاير فيها نيكوتين. والشاي والريد بول فيه الكافيين. صح ولا لا؟ هذا كله يعطي يقظه كاذبه، كيف؟ يعني احنا عندنا هذا الدماغ. لما يصير في ارهاق حصل كذا ضغط. تمام؟
هذه المنشطات الكاذبة ايش تعمل؟ تعمل تغطية حوالين الدماغ وتغطية منشط. زين الحين هي غطت على الدماغ. الدماغ من داخله اصلا كان تعبان، فهي تعطيك تنشيط لمدة ساعة مثلا. زين في اثناء هذه الساعة اللي احنا عندنا نشاط فيها، هناك داخل يزداد ضغط الدماغ وارهاق. الجهد العصبي داخل الدماغ يزيد اكثر، بس انت ما تحس فيه. ليش؟ لانه مغطى عليه بيقظه كاذبه نيكوتين او كافيين. لذلك بعد الساعه ايش راح يصير؟ اول ما تروح التغطيه فوق الكاذبه هذه راح يطلع الانفجار مره. يعني انت تطلع مسافه مثلا من هنا الى صلاه، توصل الى تمرين هيمه مثلا، وراح تشرب ريد بول اثنين وحبه سجاير وكذا، راح يعطيك منشطات لحد تمرين. يعني انت بتكون كذا يقظ يقظ تمرين بند مره. لان يقظه كاذبه حتى كان في ضغط شغال داخلي موجود ما زال. فمجرد هذه مشكلته، ما يقظه كاذبه، بس يقظه كاذبه وراح تعطيني اضعاف بعد ما اخلص التغطيه هذا اللي عملته. لذلك ابتعدوا عنها. ممكن نشربها لكذا، لكن لاجل النشاط هتعطيني مزيد من الوقت؟ لا غلط، لا تسوي كذا، لان هي كاذبه. زين، ففي بعض الاشياء اللي احنا يعني دائما نركز عليها، ايش اللي تعملها؟ اذا كان ما تقدر تنام لمده 10 دقائق في الطريق، بالنسبه للاخوان ساقي الحافلات لهم مسؤوليات وما يتدخل عن طرف، فعلى الاقل ايش؟ ما في اشكال. والله العظيم انا عن نفسي لو انا طالب ومعك في الباص اقول لك يا اخي اوقف واخر نص ساعه ولا تسوق بوجهك وتذبحني. يعني لا تخافوا من الطلاب انهم ينزعجوا، اعرف نهايه الاسبوع اذا يوصلوا بسرعه بسرعه عار، بس اسهل لهم وافضل لهم انك توقف وتريح 15 دقائق. كيف تريح؟ تنزل وتمشي 100 متر ذهاب 100 متر اياب، هذا 200 متر. تغسل وجهك بالماء البارد فقط، ما تسوي شيء. مشي 100 متر وترجع وتغسل وجهك بالماء البارد، خلاص. اللي يقول لك روح اضغط، واحد يقول لك شيل حديد، واحد يقول ما ادري، هذا كله خرابيط. وجدا سهل المساله، ما محتاج شيء. انت مشيت 100 متر، هذه الدوره الدمويه تجددت معك اكثر من مره، خلاص انتهى الموضوع. وصلت وجهك ماي بارد، خلاص انتهينا، امور طيبه. لذلك بعض الاشياء ونجاهد ليش؟ يعني شوفوا الفيديو راح تحكموا بنفسكم هل مستاهله؟ Thank you.
عندي كان ممكن شيء يعقل. زين راح اختم. عندي وين اقول للشاعر؟ موجود ولا روح؟ انا تعارضت معاه في شغله بسيطه بس. لما قال 120 وفوق 10 سهله. لا احنا نختلف شويه معاه. ما شويه وايد. زين هي السرعه شو؟ احنا راح نضرب مثال الحين بسرعه 60 وشخص اخر 65. والاثنين حصلوا بنفس الحاله في مكان بنفس يعني بنفس الشاحنه كذا كذا قدامهم اثنينهم ضربوا. اللي كان يمشي 65 التاثير اللي صار في مركبته 120 نفس تاثير سرعه 120 بينما الشخص الاخر اللي سرعته 60 لا طبيعي. فتجاوز السرعه يكون شوي احيانا صعب. Will change your mind about speed. Two identical cars, one travelling at 60, the other 65. A sudden change in the road ahead. And then, a moment later, they brake. And things start to get interesting. Now here, the difference is extraordinary. In the last 5 metres of braking, you might want half this speed. So this car is still going 32 k's when it hits. This one also hits, but only at 5 k's. So no matter how good a driver you are, 5 k's difference up there makes 27 k's difference down here. Zip. عندي سؤال اخير اذا حد جاوب عليه اتمنى انه تفاجئ اليوم بالاجابه. بالعاده انا احط جائزه قيمه عليك بس اليوم ما جبت شيء. الاشارات في زين زين الاشارات المروريه ثلاثة الوان صح؟ ما هذا السؤال. تدرجها كيف؟ احمر اصفر اخضر صح؟ ولا هو اللي بعد السؤال. زين لو 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 طلعنا فوق تكون اخضر اصفر احمر صح؟ بعد ما هو السؤال. يلا الحين نزل تحت معي. انا طلعت فوق اصفر اخضر يروح يجي الاصفر يروح ويجي الاحمر صح؟ انا وصلت فوق الحين. نزلوا انتم كملوا علي. ها احمر؟ لا غلط. لا غلط. احمر اصفر اخضر؟ لا غلط. لا اخضر اصفر اخضر هذا وانت طالع انا طلعت قبلك لان نزلت انت اصفر اخضر اصفر بعد اقول في اجابه ممكن معقوله لو احمر على طول اخضر في بعض الاشارات كذا بس ما هي لا لا كيف يعني؟ يعني الاخضر شغال اها لا من فوق احنا من الاحمر الحين على تحت احمر اصفر صح هو متفاجئ وما ما عارف في جائزه زين تعال حياك تعال تعال هو طبعا جايبينها على كرة ضربة عورة انت هو صح حياك الله عليك استاذ كيف الحال؟ تعال اطلع فوق تعال زين استاذ جاب موفقه ويعطيك العافيه تفضل حياك الله زين طبعا هذا السؤال من وراء نستفهم اشياء كثيره ليش احمر اصفر بعدين اخضر؟ يعني يمكن البعض ما فهم هي ما احمر اصفر اخضر لا احنا فوق احمر زين احمر واصفر مع بعض بعدين يروح ويجي الاخضر بينما الاصفر اللي بعد الاخضر اخضر يروح يجي الاصفر بروحه بعدين يجي الاحمر بروحه بس وانت نازل لا احمر واصفر مع بعض يروح بعدين يجي الاخضر تكمل ليش؟ بتقول ليش؟ يوم قلت لك ضربة لا لا ليش؟ التركيز بالضبط لان بعد الاحمر اول ما يولع الاصفر ما نروح
يعطيك اصفر استعداد للحركه بس ما تروح. ليش ما اروح؟ لان في احمر بعد الاحمر موجود. طيب ليش؟ ليش الاصفر هذا اللي بعد الاحمر؟ اصفر الروحه عنده احمر واصفر الاخضر ما عنده احمر. لان انت قال لك استعد انك تروح، لكن لو عمل حسابك يمكن واحد من هناك جاي طاير يظن انه بيلحق على الاشاره وهي صفرة بعد. فانتظر اصفر اوكي اوكي سمعنا لك بس بعد صبر صبر جهز سيارتك هي كذا نزل هالبريك بعدين يجيك الاخضر بروحه وتروح. لذلك بعض الدول في الكويت من بعد الاشاره الخضراء ثلاث ثواني ما تتحرك. طبعا مش قانونا لكن عرفا ما بين الناس من بعد يجيك الاشاره الخضراء ما تتحرك. بعدها ما حد تروح. زين السؤال الثاني لما يكون عندنا الاشاره صفراء امامنا. زين فاحنا هو ما راح اسوي سؤال لانه ما حد بيجاوب عليه. هو لان السؤال خاطئ ما المفروض يكون فيه اجابه. انا وانا جاي من بعيد وقدامي الاشاره خضراء، ايش اعمل معها؟ طبعا في ناس يرجع غيار او يعطي اوفر درايف ويدوس بحيث يلحق على الاخضر. صح ولا لا؟ زين هذا داس قبل الاخضر قبل الاشارات ب 100 متر. قبل الاشارات ب 100 متر صار اصفر. شو يصير؟ عندك هنا في جائزه للي يجاوب. عندك هنا اجابتين. أو إذا كان عندك إجابة أخرى كيف؟ المهم أنا عندي اقتراحي رأيي هما تختار. إنك تدوس أكثر وممكن تحصل على الإشارة وهي حمراء وتقضيها. لأن خلاص أصفر. أو إنك بريك قوي ممكن تنقلب أو ممكن اللي وراك يتعب. فأيهما تختار؟ إنها تدوس وتقض عليها 48 ساعة و200 ريال صح لازم أسألك؟ الإشارة حمراء 48 ساعة حجز و200 ريال. ماذا؟ ها؟ الثنتين خطا؟ عطنا الصح. لا انت خلاص سرعت؟ لا 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 شوف انا قلت لك انت سرعت. زين؟ لما وصلت عند الاشاره ب 100 متر صار عندك لون اصفر. فهل هاند بريك ها؟ ما حد بيجاوب. هو قرب على الاجابه بس ما اقنعني. ها؟ اذا قبل 100 متر يهدي سرعه. اذا بعد 100 متر يجيب سرعه. ثنتين خطا لو هديت ماشي هدي سرعه في بريك. لا انت خلاص انت من الاساس ايش سويت؟ زدت السرعه علشان تلحق. انا اقول لكم الاجابه، الاجابه اصلا من البدايه انا ما ازيد السرعه عند الاشاره الخضراء واتعامل مع الاشاره الخضراء كانها حمراء. يعني اعمل في حسابي انها راح تتوقف ما راح تستمر. لذلك الاحتياط او الاجراءات الاحتياطيه مالي راح تجنبني الحادث. انا لو خليت في بالي ان هذه الاشاره الخضراء راح تتحول صفراء ومن ثم حمراء تلقائيا اجراءاتي راح تكون احتياطيه بحيث اتوقف. لكن لو خليت في بالي لا الحق عليها معناته راح ازيد راح ازيد بسرعه واغير واذا اللي قدامي بطيء اتجاوزه واللي قدامه واروح. تمام؟ يا اخوان احنا في نهايه حديثي اريد شيء واحد بس، احنا ما عندنا ثقافه مروريه وخلونا يعني نعترف فيها. وما اريد حد يكابر يقول احنا لا عدنا والا لو عدنا ما بنشوف هذه الارقام. لو عدنا ثقافه مروريه ما بنشوف هذه الارقام ظاهره معنا. لذلك صدقوني وهذه اشياء احنا كنا يعني انا عن نفسي من جهه متخصصه في ومعنيه بالدراسات هذه واتضح لنا ان كل اخطائنا وكل مشاكلنا في حوادث المرور سببها احنا. ايش احنا؟ احنا ما عندنا ثقافه مروريه بس. يعني السياره كيف نستخدمها ما نعرف. ايش الاشياء الاجزاء اللي موجوده داخل المركبه ما نعرف عنها شيء. يعني هذا المقود احنا لو تكلمنا فيه يوم كامل عن الكيس الهوائي اللي فيه، عن المسكه اللي فيه، عن التواء اليد احيانا اللي تنكسر فيه، هذا راح نطول بس في المقود، ما بالك باقي الاشياء كلها، النقطه العمياء، حزام الامان، وضعيه حزام الامان حتى وين يكون؟ المفروض حزام الامان في ناس يجي يقول لي يا اخي انت تتكلم كذا وشوف فلان وفلان وما ادري يا اخي كم شخص عندنا ماتوا خلقهم حزام الامان، يا اخي اذا انت يعني
يعني عذرا باللفظ، بس والله من القهر اذا انت غبي ما تعرف تسوق السياره ترمي بلاك على حزام الامان. حزام الامان لما ترفضه لازم يكون ما على صدرك، ما مر على ظهرك، وكل السيارات الحين فيها مضبط او الموازن او الادجست هذا موجود في السياره. يا اخي انا نزلت تحت بحيث يمر على صدرك، ما يمر على ظهرك. اذا مر على ظهرك نعم صح راح يتلخبط. فكل اشياء الكرسي هذا لما تقول والله انا حاندت وما ادري ايش كذا انكسر ظهري من ايش؟ يا اخي لانك انت منيم الكرسي، ولا انك فاجع الكرسي بدرجه 90 ولا 80. فارجو ارجو رسالتي لكم يعني ما نعتمد بس على الحملات، ما نعتمد يعني الجماعه القائمين بس ما راح يغطوا. اذا احنا نريد بشكل اسرع لازم احنا نتحرك نروح. يعني حملات قائمه، شرطه القوى السلطانيه قائمه، توجيهات قائمه من كل الجانب، لكن اذا احنا من داخل تحركنا وساندناهم راح نساعد نعجل عمليه تغيير وتقليل الحوادث. طبعا راح يقول لي الواحد كيف ممكن حتى من اللي قدرنا حتى من معاهد موجوده كلها معاهد موجوده لتعليم القياده الوقائيه. اتعلم اشوف في محاضرات عن السلامه المروريه احضرها، اشوف في كتب، ادخل في الانترنت. هذه التبس اللي انا قلت لكم عنها موجوده في الانترنت، كل الدورات هذه موجوده في الانترنت. اتكلم عن كيفيه اكتب القياده الوقائيه يعني جوجل وانتهى. بس لازم احنا نكون مبادر بنفسنا والا ما راح نتغير. اذا كان فينا من داخلنا قناعه ان احنا خطا فراح نتغير. اول حاجه نقتنع ان احنا خطا، طريقتنا في القياده خطا، ومن ثم نروح على كيفيه التغيير. طبعا هذا ما يعني هذا اللي قدرت عليه اني انا الخصه في خلال الساعه 40 دقيقه. اشكركم لحسن استماعكم واتمنى ان نلتقي ان شاء الله في لقاءات جايه بحيث ان المعلومات اكثر تعم، ويعطيكم العافيه ان شاء الله. شكرا. ونحقق في الحادث نستنتج اشياء من خيالنا، وبعض الاحيان نستخدم اشياء رجعيه. انا راح اعطيكم مثال في دوار، في دوار الملده في الباطنة حصل حادث نتج عنه وفاه السائق. الحادث هذا كيف؟ هذا الحادث قبل الدوار في شخص متابع لشاحنة أمامه، زين؟ هو الثاني وفي وراه سيارة، فما كان منتبه للسيارة اللي قدامه، منتبه للدوار متى ما يكون فاضي يخش، فصار فاضي الدوار هو أوتوماتيكي تلقائيا في باله أن السيارة اللي قدامه راحت، فمشي شوي ولا شاف السيارة فاجئ قدامه ما رايحة. مسك بريك مفاجئ يعني بشكل سريع، اللي خلفه بنفس الخطا توقع ان هذا ماشي وتفاجئ فيه، هذا اللي في النص ما ضرب اللي امامه ولكن اللي خلفه ضربه. طبعا السرعه ما تتجاوز 25، توفى هذا الشخص. تمام؟ عندنا تحليلين. الناس العامه قالوا توفى لسبب. حد يعرفه؟ لا ما السيارة ما متعورة، هو ما متعور ولا شيء، كلوه صحيح؟ قالوا كلوه لأن ما متعور ولا في شيء. جينا احنا وحققنا في الحادث، اتضح عندنا ايش؟ ونلاحظ هذه كثير من الشباب سووها، طبعا وضعية المقعد الأشياء هذه والمسند مال الراس هذا كل شيء لم يضع عرفا. فالشباب في بعض الشباب يشيلوا المسند هذا فهو ماشي فجأة وقف واللي خلفه ضرباه رجع، رجع راسه للخلف وانكسرت رقبته مات. لاحظوا في الأفلام هذه الحركة وقتلوهم نفس الحركة صارت عنده انكسرت رقبته مات، يعني ما كلوه صح؟ لذلك هذا اللي قاعد يصير، احنا نحلل الأشياء. المشكلة اللي يموت مات وسر وراه لما سيارة منطحن ويطلع هو ما في شيء يني الشيطان ما يكسروا عليهم صح؟ ولما يصير بشكل اخر سيارة ما متعوره هو ما قالوا كلام. طيب
طيب احنا خلينا نكون واقعيين، احنا كنا شباب اليوم ما شاء الله مثقفين وعارفين ودارسين وفاهمين، زين؟ ما فينا واحد ما زال اعتقد انه يظن الاشياء، لو كانوا الله يهنيهم اياه، بس هذا لا، هذا شيء خطا يعني. لذلك خلونا نركز شوي على ان احنا فينا الخطا، احنا محتاجين تعريف انفسنا بالقياده الوقائيه ما هي؟ والثقافه المروريه ايش مطلوب منا في القياده؟ الشيء الاخر يعني احنا السيارات هذه قبل ما نستخدمها يا اخي نعرف ايش السياره هذه؟ احنا اليوم لو واحد فينا اشترى جهاز اقل حاجه نص يوم ما حد يكلمه بس يقرا ايش الجهاز، لازم يعرف كل زر موجود في هذا الجهاز ايش وظيفته، وكل برنامج في هذا الجهاز ايش وظيفته وايش الفائده منه وايش الغرض منه. احفظ الجهاز كامل، لو اشترى له هاتف نقال، لو اشترى له جهاز روحي الكتروني، هذه الاجهزه كلها نعمل لها تدقيق ونيس ونقرا بحيث نكون فنانين فيها، صح ولا لا؟ طيب السيارات، هذا الجهاز انا لو ما عرفت كل شيء فيه ما راح اموت، راح افقد بعض الايجابيات ميزاته ما راح استفيد منها، ولكن بستفيد على الاقل من الاتصال بالاقل ما راح يضرني، بس السياره لو ما تعلمت ايش فيها وايش ما فيها، ايش الصح وايش الخطا اللي فيها راح تضرني كثير. وهنا ما تضرني باي ضرر بسيط، تضرني لا بوفاه او اصابه او اعاقه او خسائر، الخسائر عندنا ثلاث مراحل، خسائر بشريه وخسائر ماليه وخسائر وقتيه، يعني يا اخسر ارواح او اخسر مال او اخسر وقت، اقل حاجه الوقت. بدأ الوقت هو يساوي اموال عند كثير من الناس، عندنا كلنا كل واحد فينا الحين وقته يساوي فلوس، صح ولا لا؟ لذلك لازم نعي الثقافه المروريه، من هذا المنطلق احنا ما راح نقدر نغطي اليوم كل شيء، ولكن البركه في الاخوان هنا راح يواصلوا الحمله ويدا بيد نغير انفسنا ومن ثم اللي ورانا. اول شيء نغير انفسنا، مثل لما يعطونا الارشادات اثناء رحله جويه في الطيران، لما يقول لك يصير اي حادث او اي حريق في الماء في الطياره راح ينزل كمام الاكسجين، اربط لنفسك اولا ومن ثم ساعد الاخرين، هذا في اي رحله، احنا نغير من انفسنا ومن ثم نتوجه للاخرين. من خلال او من هذا المنطلق انا اختصرت بعض النقاط الى ثلاث قواعد اساسيه. طبعا دوره القياده الوقائيه اللي انا اتكلم عنها او القياده الوقائيه اللي راح نشيل منها 96% ما تنقال في المحاضره. هذه دوره تدريبيه، احنا في بعض الدول حصلنا على رخصه القياده بعد 6 شهور دراسه. بعد 6 شهور دراسه نظريه ويتخللها تطبيقات عمليه وتمارين ميدانيه ومن ثم تحصل على الرخصه. لذلك احنا ما ممكن نغطي دورة قيادة وقائية في المحاضرة، ولكن نذكر بعض النقاط ومن خلالها نتوجه إلى وين نروح. القاعدة الأولى هي قبل التشغيل. استخدم جهاز يمكن. القاعدة الأولى هي قبل التشغيل. في حاجة اسمها لاوس. طبعا هذا البرنامج من بريطانيا وانا نقلته الى العربيه لان عندهم بعض القواعد نستخدم مسمياتها ولكن تعرفها بالعربي. ففلاورز هي عباره عن اف ال او دبليو اي ار اس، تتكلم عن برنامج معين لفحص المركبه يبدا من الاف، الاف اللي هي الفيول. الفيول اللي هو الوقود. اول حاجه نتاكد من نوعيه الوقود إذا كان ديزل أو بترول. لاحظوا هذه النقاط نتبعها بالضبط. نفحص الوقود في المركبة، نوعية الوقود إذا كان ديزل أو بترول، ومن ثم كمية الوقود، ما ممكن أنا أستلم رحلة معينة وأنا ما أعرف كمية الوقود اللي عندي هل توصلني إلى أقرب محطة أو أن أنا ممكن في منتصف الطريق أقف محتاج إلى البترول أو البنزين. فنتأكد منها. اللايسنس نتاكد من الرخص، رخص تكون موجوده، الرخص اللي هي رخصه القياده وملكيه السياره وبوليصه التامين واشياء اخرى، مثل بعض الاحيان نحتاج الى تصريح دخول مواقع عملنا او ما شابه ذلك. بعدها يجي الاو،
اللي هي الأويلز، الزيوت. كم نوع من أنواع الزيوت في السيارة؟ كذا بشكل سريع. كلهم كلهم. لازم في النهاية بنطلع ناسين واحد أو اثنين. المهم راح أعددهم لكم: زيت المحرك، زيت ناقل الحركة، زيت الفرامل، زيت المقود، وعندنا طبعاً زيوت أخرى مثل زيت هذا اللي ذكرت الأشياء اللي بس نقدر إحنا نفحصها يدوياً. في أشياء لازم تفحص عن طريق ورشة، اللي هي مثل إيش؟ زيت الدفرنشل اللي هو الدفع الرباعي، وزيت الهيدروليك، وزيت ناقل الحركة اليدوي. هذا لازم عن طريق ورشة، ما يصير عن طريق المحرك. الماي، كم نوع من أنواع الماي معنا في السيارة؟ ثلاثة: ماي المبرد، والبطارية، والمساحات. في بعض الأشخاص ما يعطي اهتمام للمساحات، بينما يوصل لمرحلة في أو منطقة فيها غبار شديد مثلا، ويجي يرش ماي، يرش لنا بعض النفات من الماي أو بعض القطرات من الماي، بحيث أنه يمزج الماي مع الغبار فيعدم الرؤية كليا للزجاج الأمامي. فيجب أن نتأكد من كمية الماء الموجود في خزان المساحات. الكهربائيات، نتأكد من المصابيح الأمامية، المصابيح الخلفية، أضواء لوحة المفاتيح، وأضواء الفرامل، أضواء رجوع الخلف، والإشارة، ومن ثم صوت التنبيه، والراديو، والمكيف، والمساحات. المطاط، وهذا شوي تاخذ وقفة أكثر. الإطارات، العمر الافتراضي للإطارات سنتين. العمر الافتراضي لأي إطار سنتين، لأن نوعية المطاط المصنوع من الإطار هذا العمر الافتراضي له، أو 60,000 كيلومتر أيهما أقرب. فلما نجي نفحص الإطار نتأكد من تاريخ الصنع، ومن ثم ضغط الإطار وعمق الإطار وحالة الإطار بشكل عام. أحيانا حتى لو كان جديد ممكن أن نمشي في منطقة وعرة تتآكل الإطارات فيها بسبب نوعية الطريق، فأتأكد من حالة الإطار بشكل عام. بعدها نجي على المساحات، نتأكد من حدة المساحات إذا كان ممكن تنظف الزجاج الأمامي عندي أو لا. زين، بعدها خرطوم ماء المبرد اللي هو الهوز مال الراديتر. أحزمة المروحة المحرك اللي هو يسموه سير بانكا عشان أكثر يكون وضوح واضح. أجهزة السلامة، لازم يكون عندك طفاية حريق، صندوق إسعافات أولية، مثلث عاكس، وإطار احتياطي، وعدة السيارة، وحزام الأمان لجميع الركاب. لازم حزام الأمان يكون لجميع الركاب. زين، من ثم ما بالنسبة لحزام الأمان، من هم الأشخاص المهم ارتدائهم حزام الأمان داخل المركب؟ لا، أهم شخص من لازم يلبس، وغير السائق، وغيره، أهم شيء الأطفال. أنا هنا دائما ترى أنا أسلوبي كذا أصطاد، والسؤال خطأ أصلا، السؤال خطأ، ما في حد مهم، الكل مهم، الكل مهم. وراح نشوف فيديو على هذا الكلام. طبعا هذا الفيديو يبين لنا ضرورة ربط حزام الأمان لجميع الموجودين داخل المركبة، داخل محفورة السيارة. طبعا هذه أب وزوجته مروا على أولادهم اثنين، البنت والولد جلسوا في الخلف، والأم والأب في المركبة. فالأخت ربطت حزام، والأب والأم ربطوا حزام، بس الولد ما ربط حزام وقاعد يتشاقى مع أخته. فصار حادث، ونشوف إيش اللي صار في الحادث. I'm
fatal. Drug is fatal. They say the guy who let the seatbelt did the damage. No seatbelt. No excuse. إذا عرفنا من المهم؟ بعض الأحيان يركب معنا واحد في السيارة ونقول يا فلان خذ حزامك، يقول لا خلاص، يا ولد الحلال لا خلاص يا كيفك سلامتك؟ لا ما سلامتك، سلامتك أنت، لأنه راح يصير جسم متحرك داخل المركبة. إحنا نلاحظ يمكن الشباب أكثر شاهدت الفيديوهات مال التخميس وكذا، لما أحيانا تنقلب سيارة يشوف أجسام متطايرة من داخل المركبة. في قوة طرد من داخل المركبة هي اللي تطرد الأجسام هذه بحيث أنها تضرب في الزجاج الأمامي أو الزجاج الجانبي للمركبة وتطرد الأجسام هذه خارج. قوة الطرد هذه تكفي للشخص أنه يمر من الكرسي الأمامي للكرسي الخلفي بحيث أنه يضرب هذا بكوعه، يضرب هذا برجله، يضرب هذا براسه. واحد بس تسبب مقتل اثنين معه صاروا ثلاثة. يعني الشخص الواحد اللي ما رابط حزام راح يصير جسم متحرك داخل السياره، فاثناء التدهور اثناء الاصطدام او الارتطام بجسم ثابت راح يتسبب في مقتل او في على الاقل تعرض للاصابات. نفس الكلام ينطبق لايش؟ كيسه اللابتوب داخل عفوا جنطه اللابتوب داخل السياره او الاغراض. عشان كذا نقول ما في ثقافه، لان احنا عندنا صالون ونروح نحمل فيه من اللول وكل شيء، سيتو خمسه. لا هذا إلى خاصية ثانية، هذا إذا لازم يكون في الصندوق الخلفي أو لا، حتى لو كان في الأمام واضطريت لازم يكون مهيئ بطريقة مش عشوائية. لذلك أي جسم غير ثابت داخل المركبة ممكن يسبب لي ضرر. وضحت الفكرة من هو المهم؟ طيب في سرعة كم أدنى سرعة لازم منها ونربط حزام؟ أول ما ركبت سيارة أنا قلت في سرعة كم؟ يعني السؤال خطأ، يعني المفروض ما من سرعة كم، يعني المفروض أول ما ركبت السيارة، زين، نتأكد صح ولا لا الكلام؟ هذا السائق الشاحن يمشي خمسة بس أو عشرة خلينا نقول ما نبالغ، فما كان رابط حزام. نشوف إيش اللي صار معه. شفتوا إيش اللي صار؟ ما كان رابط حزام. كان سرعته جدا جدا بطيئه، ولكن المركبه الثانيه هي اللي كانت بسرعه بحيث السرعه كانت كافيه لالقاء الشخص او السائق خارج المقصورة. زين نجي على القاعده الثانيه، احنا تكلمنا عن قاعده قبل التشغيل صحيح؟ نجي قبل التحرك. قبل التحرك في حاجه اسمها جي تربل اس ام. جي تربل اس ام، جي تربل اس ام تعني ايش؟ جي اس 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 ام اللي هي اول حاجه جي دوس، احنا تكلمنا عن قبل التشغيل. قبل التشغيل نفحص الزيوت، الماء، الاطارات، الاشياء هذه كلها موجوده، واضح؟ هذا قبل التشغيل، الحين شغلنا احنا بس بعدنا ما تحركنا، هذا قبل التحرك. هذا القاعدة قبل التحرك، أنا اختصرتها لكم في ثلاث قواعد. ومن خلالها يعني ممكن قاعدة وننطلق إلى معانيها الأخرى. إذا الدور أول حاجة الأبواب، متأكد أن الأبواب مغلقة، ما نعتمد على الإنارة الداخلية أن لما يكون في باب مفتوح نشوف هنا، أو نعتمد على الضوء المؤشر اللي داخل لوحة المفاتيح أن في باب مفتوح، لأن احنا ما دائما نعطيه الاهتمام. وهذا خطا ثاني راح نتكلم عنه بعدين، ما دائما ننتبه له هل في مؤشر طالع عندنا او لا؟ احتمال حد من الاطفال، انا بنفسي مره يعني قدام عيني هذا صار في دوار في المعدنة، وكانت مدربه بعد للاسف يعني معلمه سياقه، وهي تلف الدوار، بنتها الصغيره فتحت الباب الخلفي، واثناء ما
السيارة تدور الدوار طاحت البنت في الدوار. فتح الباب وطاحت البنت في الدوار. السيارة اللي خلفها يعني الحمد لله تفادت، جاء نزل وشلها. يا معلمة زيادة، هذا بعد يعطينا مفهوم آخر. بعد العموم احنا ما دائما ننتبه للمؤشرات اللي تعطينا البيانات داخل أحد الفاتح. لذلك نتأكد الأبواب مغلقة قبل ما نتحرك. بعد الأبواب نتأكد من المقعد. هذا أرجو أنه بس تحفظوا الأرقام وشرحها راح يكون في وقت آخر. أول حاجة لازم يكون مقعدك اللي أنت جالس عليه بشكل صحي وشكل آمن ويسمح لك بالتحكم بخيال المركبة بشكل جيد. أول حاجة زاوية الظهر لازم تكون 120. يعني احنا لما نجي هذه الزاوية لازم يكون عندنا زاوية الزاوية تكون 120 زاوية الظهر. زين؟ عندنا زاوية اليد تكون 120 زاوية اليد 120 زاوية الظهر 120 هنا يعني ما 90 وما 170 90 عند البنات و 170 عند الأولاد نحصل يا البنت كذا ولا الشاب نايم. طبعا بشكل عام ما أتكلم عنه بشكل عام احنا نشوفه الحين. ف 120 ما بين هذا وذاك. زين؟ زاوية القدم هنا يعني من 120 إلى 150 باختلاف الأجسام من شخص لآخر والطول. فزاوية الظهر 120، اليد 120، وزاوية القدم 150. بعد يجي السيت بلت اللي هو حزام الأمان، طبعاً أربع حزام الأمان وتكلمنا للجميع ما في حد عنها. المقود ضبط وضعية المقود أول حاجة بحيث يمكنك التحكم بعجلة القيادة. الشيء الثاني طريقة يعني اليد وين تكون؟ اليد عندنا حاجتين منها. موضع اليد زين وقبضة اليد. أول حاجة موضع اليد وين يكون؟ 10 و10 لو لاحظ في إعلانات شفتها موجودة في اللوائح الإرشادية في بعض الطرقات موجود فيها الإشارة هذه لوضع اليد. لو على افتراض بأن المقود هذا هو ساعة فبتكون الساعة 12 وين؟ فوق 3 6 9 أو بالنسبة لكم أنتم باتجاهكم 12 3 6 9. فنجيب اليد اليسار على الساعة 10 على أساس أنها عقرب فتروح للساعة 10 وهنا 10 دقائق هذا مسألة اليد أو 9 وربع هنا وهنا. فعندك الطريقتين وما بينهم ممكن نتحول بس ما يصير 12 ونص. زين؟ ولا يصير 12 ضبط ولا بعضهم 6 هذا اللي يصير 6 ما اعرف كيف 10 و10 و9 و4. زين هذه موضع اليد لكن القبضه كيف تكون؟ اذا في حد لعب هوكي يذكرنا مسكه العصا مع الهوكي تكون كذا او عفوا الجولف تكون كذا بحيث ان الاصابع تقع. زين هذا تكون الاسم. طبعا اشياء جدا دقيقه لكن هذا مبني عليها بالذات هنا وضعيتك والمسكه بحيث ان احنا نلاحظ احيانا يجي شخص احنا في الحيل يجينا شخص من روي يوصل البيت اكرمكم الله شيء ملابسه وكذا ما حد يكلمني يا بنام اقول فيك يا يعني من الحيل وزحمه وكذا بينما واحد ثاني تو واصل من صلاه ونشاط وكذا واخباركم وتعالوا وصول ليش؟ لان هذا طول اول شيء ما جالس صح مسكته خطا. زين اثناء ما هو يمشي في الطريق حرق اعصابه كثير لان سرعته عاليه انتباهه محتاج انتباه اكثر بينما الشخص الثاني لا بالالتزام بالقوانين بالسرعات بحيث انه يقدر يتصرف في الوقت المناسب بجلسته الصحيحه بطريقه استخدامه للمركبه الصحيحه هذا يقدر يواصل لياقته لباقي اليوم. احنا نلاحظ اول حاجه المسكه هذه يعني حتى نجربها ممكن نجربها كذا امسك كذا وامسك كذا يعني جرب القبضه كذي وافرد اصابعك بتشوف انه هنا اليد اشتدت اثناء القبض بس لما تفرد اصابعك لا ارتاحت اليد. الطريقه الثانيه طريقه الالتفاف بالمقود كيفيه الالتفاف بالمقود هي طريقه ادفع واسحب يعني الطريقه كذا تكون يعني تجيب اليد هنا وتسلم هذه هي الطريقه. الطريقه هذه صحيحه احنا لو نلاحظ هذه ايدي هنا لازم تكون فاضيه يعني ما يصير كذا
لعدة أسباب كثيرة. أول حاجة كذا متعب، يعني إنه نلاحظ الأكتف هنا طالعة نازلة طالعة نازلة، لكن كذا مثل اللي يمشي ويعمل نياحة ورياضة. تمام؟ الشيء اللي أهم من هذا داخل المقود إيش موجود؟ داخل المقود إيش موجود؟ وإيش؟ لا تحت الهرم تحت بشوية. الكيس الهوائي، الكيس الهوائي هذا كم سرعته لما يفتح؟ كم سرعة الكيس الهوائي لما يفتح؟ المفروض أول شيء مبدئيا كفكرة المفروض يكون سريع بحيث يوصل لراسي قبل ما راسي يوصل للزجاج الأمامي، المفروض يوصلني قبل، صح ولا لا؟ طيب كم سرعته؟ 200 كيلومتر في الساعة. زين، إيش اللي ممكن يسوي؟ إحنا لو جينا على الرصاصة، رصاصة أي بندقية وزنها يعني جرامات، لو مسكناها ورميناها على شخص ما ممكن تأذي أو تقتل، لكن لما تطلع من فوهة المسدس تقتل. وزن اليد كم؟ وزن اليد خلينا نعطيها نص كيلو، تمام؟ نص كيلو جرام 500 جرام. لما تفتح، لما أنت يعني صار عندك حاجة وجيت بالكف كذا تعودت نفسك خلاص كذا تلف السيارة، لما تلف السيارة بالشكل هذا راح يصير إيش؟ في حاجز بينك وبين كيس الهوائي. طبعاً كيس الهوائي سرعته 200 ويفتح على طول بحساسات، أول ما يفتح راح يضرب وين؟ في اليد، واليد وين تضرب؟ بجمجمة الرأس على طول. هل ممكن تقتلني ولا لا؟ شفتوا؟ لا تقتل، لأن جرامات الرصاصة جرامات ممكن تقتل، تخترق الرأس وتقتل. هذه 500 جرام الرصاصة سرعتها ممكن تكون مع تفاوت البندقيات المسدسات من 160 إلى 190 إلى 200 كيلومتر في الساعة. هذه 200 كيلومتر في الساعة سرعتها، يضرب في يدي، يدي تضرب في راسي، ممكن أموت. فما راح يصير عندي هنا إصابات أو تهشم ولا شيء، لكن راح يصير ارتجاج داخلي ونزيف داخلي ويسبب وفاة. وهنا الجماعة كانوا لما يصير شيء من هذا يقولوا كلام. هذه شرح ثاني لبعض الحوادث اللي ممكن تكون مخفية أسبابها. زين، إذا المقود، بعد المقود يجينا المرايا، المرايا وعيد المرايا الجانبية والمركزية. عندنا نقطة، النقطة العمياء أو يسموها النقطة السوداء أو النقطة المميتة أو المنطقة العمياء، عدة مسميات لها. فهذه وين تكون موجودة هنا؟ باختصار يعني قبل ما أشرح وتعمق فيها، هنا تكون موجودة. يعني اي شيء هنا ولا هنا ما اشوفه في المرايا العمياء، لازم ارتف اعلى الكتف ومن ثم انتقل من مسار الى مسار اخر. زين، عندنا انا احاول اخذ فيديوهات بين كل قاعده والثانيه. استخدام الهاتف النقال، طبعا الهاتف النقال هو ما مشكلته انشغال اليد وبس، هو مشكلته هنا بما يسمى بالشرود الذهني، هذا مشكلة الهاتف النقال. طيب. هاي هذا كيف؟ Yeah, went well. I'm on the way back now, so I'll tell you about when I get home. Okay, well the kids are in bed and dinner's on. James? James? Can you hear me? You don't have to be in a car to cause a crash. Think. The moment you know they're driving, kill the conversation. James راح خلاص، لأن James ما كان منتبه بالطريقة كان يتكلم. زين، الشيء الثاني، السائق الجيد إيش المطلوب منه يسوي؟ السائق الجيد إيش المطلوب منه إنه يسوي؟ والله ما مطلوب منه شيء، بس اسمع. ما مطلوب منه شيء بس اسمع. ويخلي كل شيء كلنا احنا بنسوي هذا بس هو يسوق. هو اثناء القياده يسوق. يعني جود درايفر جاست درايف قالوها. يعني السائق الجيد بس يسوق ما يسوي شيء ما مطلوب منك، يعني ما مطلوب منك تراسل، ما مطلوب منك انك انت توزع انك جايب كيسه كذا حق اولادك ومريتهم انت في الطريق، فانت تسوق ولا توزع العصاير ولا توزع خذ انت خذيت اشترك. هاي كلها ما مطلوب منك انت بس سوق. ما مطلوب منك. نشوف بعض الانشغالات ممكن ينشغلها السائقين. ما I'm sorry, I'm not
good drivers just drive. زين القاعدة الثالثة والأخيرة اللي هي بعد التحرر، اسم القاعدة بعد التحرر. هذه القاعدة اسمها إمستر، اللي هي أول حاجة. على سبيل المثال عندنا مخاطر في الطريق، مخاطر متنوعة، في مخاطر ثابتة ومخاطر متحركة. المخاطر الثابتة هي دوارات، تقاطعات، إشارات مرورية، مواقف على الطريق، المركبات الأخرى، زين الجسور العلوية، الأنفاق، تحويلات على الطرق، مطبات، منعطفات، منحدرات، هذا كلها مخاطر ثابتة. المخاطر المتحركة مثل مستخدمي الطريق الآخرين، حيوانات سائبة، الدراجات، زين عمال على الطريق، هذا كلها مخاطر متحركة. مخاطر ثابتة على سبيل المثال ناخذ دوار، لو أنا جيت وأمامي دوار، أنا عندي هذه القاعدة لأول اسم الإبستا أستخدمها عند أي خطر. لو استخدمنا هذه يعني حتى ممكن نكتب احنا في جوجل، لما نكتب إبستا هذه مشهورة دوليا، هذه القاعدة نستخدمها خلاص احنا قيادتنا وقائية، لأنها مختصرة في خمس معلومات. أول حاجة المعلومات، أول ما جاء أي شيء قدامي دوار مثلا، أول حاجة أبدأ بالمعلومات، أخذ المعلومات. إيش المعلومات اللي أخذتها؟ هذا الدوار كم مسار؟ زين؟ طريقة نظام الدوار، هل الأولوية للي داخل أو إشارات مرورية؟ زين؟ أنا وين رايح من الدوار هذا؟ أروح يسار، أروح يمين، أطلع على طول، وين رايح؟ أخذ المعلومات كلها هذه من ثم أستخدمها في اتخاذ القرار، ومن ثم أعطي المعلومة. من خلال إيش أعطي المعلومة؟ لو أنا قررت أروح يسار مثلا، تمام؟ أعطي المعلومة من خلال إيش؟ الإشارات. أنا بفهمني خلف إنه أنا شوفوا بعثنا في المعلومات، ما انتقلنا، ما رحنا مكان، بعثنا في المعلومات، أخذنا، استخدمنا، أعطينا المعلومة. بعدها يجي الموقع، البي اللي هي البوزيشن، الموقع، موقعنا إحنا من الطريق. أنا إذا أنا رايح يسار وأنا في النص اللي المفروض أتحول لليسار، صح؟ إذا أنا أنتقل لليسار قبل ما أوصل للدوار. في ناس يمشي إذا نوصل قبل الدوار بشوية تكسع، يقوم يزاحم الناس. ليش؟ لأن هذا الشارع أسرع، واليسار شوي دائما يكون مكتظ لأن الناس اللي تروح يسار، فيأخذ أقصى اليمين وبعدها يجي من الدوار ويزاحم الناس، يزاحم الناس ويطلع. فلا، أنت من بدري، من بدري هذا الإمسكة القاعدة ضروري فيها تنفيذها قبل الدوار وقبل الخطر بمسافة لا تقل من 300 إلى 400 متر. زين، اذا اشوف موقعي، هذه هي النقاط العمياء للسيارات، هذه النقطه العمياء للشاحنه ضفنا فيها اللي هي الخلفيه. اما بالنسبه للمركبات، النقطه او المنطقه المظلله في الاحمر هي النقطه العمياء. السياره تكون موجوده في التظليل الاحمر، انت ما تشوفها لا في المرايا المركزيه ولا الجانبيه، ما بتكون موجوده. لذلك الطريقه الوحيده لاكتشاف ما اذا كان موجوده في السياره او لا هي ايش؟ نظر اعلى الكتف فقط. بالنسبه للجهتين يسار ويمين، مش لجهة واحدة. فأتأكد، بعدها انتقل للموقع، بعد الموقع يصير عندي السرعة، أبدأ أخفض السرعة، أحياناً نزيد وأحياناً نقلل، ما دائماً نقلل السرعة، لأن أحياناً إذا بغيت أروح في سيارات متقدمة أحتاج إني أزيد شوي السرعة بحيث إني أتقدم، فنروح للسرعة. بعدها نروح للجير، طبعاً الجير عادي وناقلين بالنسبة للسائقين حافلات. اغير الجير المناسب تماشيا مع السرعه اللي انا فيها. هذه الاشياء اسويها قبل. في شباب، يا شباب، في ناس في الجير الخامس ويمشي على طول وكلتش او بريك وتحت الدوار يجي اثنين ولا ثلاثه ولا واحد. لا، انت تماشي بحيث انك تعمل الحركه معاك تكون مرنه وسلسه، فانت تماشي مع الجير على طول وتكون تكون جاهز. ليش انت تخلي تدريجي، يعني ترجع تدريجيا وتماشيا مع السرعه، علشان لما تجي قريب الدوار انت عارف خلاص اوتوماتيكلي جيرك جاهز في اي سرعه انت تريدها. في ناس يجي خاصه بالنسبه للباصات، باصات طريقه ناقل الحركه ما مرنه مثل الصالون، يعني احيانا نحتاج ان نضغط الكلتش مرتين او نعطي شوي الديزل، نعرفه نعطي شويه